سقت الخبر جالسين ما بينا ما علينا بالدار مجموعه كلشي مركن. قال انا نصلي المغرب، قلت له مشي عند التليفون ديالك انا نمشي نصلي هو المغرب. جا ملي جا قلت له انا دير لي شغل نوصل للدار، قال لي وصل ديك الساعه عيط. جا مسكين صلى المغرب، جا دخل للدار، طلع شفتو الجاره طلع، انا جايه يا دوك قلت نجبر الراجل في الدار يا هذاك قلت له نصلي ولا شتم. ملي جا عيطت لي الجاره قالت لي اجي الدار العافيه فيها. الله شكون؟ قالت لي ما نعرف العوافي. خويا جيت كنجري هو مسكين جا كي كان حاني كيصلي العشاء، هذاك تحرق هذاك بقى. ملي طلعنا باش نخرجوه ما جبرناش التخاخين كلشي، ما ولدو كيجر حنا نخرجوه، والبوطاس قالوا لنا البوطاس غيطرطقوا وصافي تنفخوا ديك البوطه غيطرطقوا نخرجوا، ما جبرناش من ندخلوا. مشى عند لي الدار ديالي، مشى لي راجلي، مشى لي التريكه وكلشي الحوايج مطرف. بقيت على الله دابا احنا بزاق انا بزاق الناس دخلوني هنا فين مش طلعوا تشوفوا الدار كلشي. ما عنديش فين نغسلوا، ما عنديش فين يدخلوا الناس، فين الا جابوا غير باش نغسلونا. والحمد لله الناس عطاوني الدار، الدار عطاوني الناس قال. اما الدار ما عندي فين نبات. معكم الجيران. ما عنديش فين بس. تاخر النهايه. الحمد لله. جيرانكم الحمد لله. شال المول الدار ولدك حولدك راه هو فرنسا. جبرنا صدقنا يا انت. قلت لنا حبيبي حبيبي حبيبي. انت الحبيبه بقيت على الله سيدي. لا فين نجلس ولا فين كلشي تحرق لي كلشي. كلشي تحرق كلشي الحوايج حتى اللباس ما عندي. هاد الجلابه اللي خرجت بها حتى اللباس طلعوا العائله قالوا لي كلشي مشى لك. الراجل شحال في 42 42 الراجل كان كبير ومسكين وفي ديك الضيقه ومسكين مع التخناق تمطح ما عيطوا لي الجيران. جيت كنجري السيد كان راجل كبير الناس ما فحالو مشي مسكين خرج يصلي المغرب باش غادي يجي لدارو. هو دائما كيصلي العشاء، هاد المره هادي مسكين مريض كيكون الجو هيدا هادي كيتخنق فيه الحساسيه ضيقه. لا المغرب العشاء صلاه في الدار. كما سجد هيداك جبروه مسكين. ايوا الناس ما فحالهمش. مسكينه خالتي هي في الزنقه دابا رجعت ما عندها حتى شي حاجه، كلشي تحرق ما تجل. صافي عيد جيران مساكن عاملين فيها الخير. دابا غدا ان شاء الله يجي الراجل باش يدفنوه ولا هادي. ما عندوش فين دخل الراجل ديالها. الحيط الحيط عيد دراويش مع بعضياتهم، الحيط محروق، الحوايج محروقين، كل شيء ما بقى لا شيء والو. طلعتي بعدا لداخل الدار الحمد لله ما بقى لا شيء. هذه اللي مسكينه عندها الله كريم الحمد لله اللهم لك الحمد. هذا الراجل هذه المراه هذه خرجت هي الاولانيه قبيلاتي باش تمشي تتاخر باش تعدل شي تليفون تخسر له شي يومين. دابا هو عندها مخسر. انا واقفه بباب الزنقه ديالنا وانا نشوف الراجل ديالها ماجي جاي. الراجل ديالها مني جاي الراجل ديالها صلى المغرب وطالع مسكين. شويش انايا كنت في الدار ديالي تنسمع داك الشيء قشاك بحال تيطيحو تيتهرسو ياك. وانا نخرج برا دقيت على الجيران ما بان لي والو. وانا نخرج برا وانا نشوف الجار قلت له ياك لا باش ني. قال لي شي دخان خارج من عندكم من السطح. وانا نطلع تنجري السطح وانا نشوف العافيه خارجه. بحق هاد الناس مساكين راه ما عندهمش، راه من الزيرو بقات في الزنقه. ما عرفتي كيفاش شعلت مسكين ديك العافيه، ما عرفتي. دابا راه من الزيرو مساكن راه ما بقات عندها والو. هذيك الجلابه اللي على ظهرها هي اللي عندها مسكين، وماشي شي ناس. راه العشاء على الله والغدا على الله. هاد الناس اللي ساكن في هاد الحومه كاملين غير كاريين، راه ماشي راه غير كاريين وصافي. يا مسكينه انت دابا كلشي مشى لها، تحرق لها كلشي. الا كانوا عندها مسكينه الفلوس الكرا وكلشي ديال مواليهم كلشي مشى لهم، ما بقى عندها والو مسكينه. راه ربي اللي غالب هاد الجلابه هي اللي بقات عندها. لا كان شي محسن ولا شي حاجه الله يرحم والديهم يوقفوا معاها الله بسبيل الله، يصلحوا لها ديك الدويره ديالها ويشوفوا ما يفرجوا لها. الله يرحم والديهم، الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم، الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم، الله يرحم والديهم.